أصر السي عبد الرحمن على توقيع مذكراته تقديمها في مسرح عبد الرحيم بوعبيد لنظرا لما الرمزية التي هي رمزية أولا المحمدية باعتبارها مدينة كان يترشح فيها المرحوم بوعبيد، وكانت أيضا مسيرة من طرف المجلس البلدي الاتحادي لمدة 3 ولايتين، والمذكرات السي عبد الرحمن اليوسفي التي كانت حدث هذه السنة بشهادة جميع المتتبعين سواء المؤرخين والصحفيين وحتى صاحب الجلالة الذي اعتبرها أنها يعني ستصبح مرجع بالنسبة للتاريخ الحديث للمغرب. إيوا حاضرين مجموعة ديال الأصدقاء، غادي يكون الأستاذ الدكتور بياض هو اللي غادي يتقدم، وقالوا لي غادي يكون الأستاذ الطوزي وغادي يكون الأستاذ شوقي بن يوب، هما اللي غادي يقدموا قراءة للكتاب. جانب الأستاذ عبد الرحمن اليوسفي في هذه الأمسية التي يقدم فيها هذا الإنجاز الأدبي، لكنه إنجاز سياسي قبل كل شيء، مسار حياة تاريخ حافل بالعطاء لفائدة هذا الوطن منذ النضال من أجل الاستقلال وإلى أن تحمل هذا الرجل الشام مسؤولية قيادة الحكومة. فخور جدا بأن أكون متواجد وأن يتم بهذه الأمسية الاعتراف بالجميل لهذا الهرم من الساحة السياسية الوطنية. أتمنى للأستاذ عبد الرحمن اليوسفي طول العمر، وأتمنى أن يكون وأن يستمر كقدوة بالنسبة لأجيال من المغاربة. ما أتمنى هو أن الأجيال الحالية تأخذ العبرة من هذه القامات الهائلة اللي حقيقة بصموا التاريخ النضالي ديال المغرب. أتمنى أنه الجميع يفهم بأنه النضال شيء مرير وطويل وعسير، وأن من أجل أن يصل المغرب إلى ما هو عليه اليوم كانت هناك تضحيات وتضحيات جسيمة من قبل أجيال، هناك منهم من قضى نحباه، منهم من ينتظر، والسي عبد الرحمن الحمد لله أنه ما زال معنا ليحكي عن كل هذه الفترة وعن كل هذا المسار، عسى أن يستفيد الجميع من ذلك. بمذكراتي وخطبي السياسية والحقوقية التي أنجزها أخونا مبارك بودرقية، ولا أخفيكم أن سعادتي ومضاعفة أن أحضر هنا معكم لاعتبارين أساسيين من بين اعتبارات أخرى متعددة. أولهما أنكم اخترتم أن نلتقي في مسرح يحمل اسم أخينا وعزيزنا الكبير عبد الرحيم بوعبيد
رحمه الله. هذا لوحده عنوان اعتزاز خاصا بالنسبة لي، كوننا نلتزم تحت خيمة واحد من رجالات الدولة الكبار ومن مناضل الحركة الوطنية الأفراد ومن مؤسسة الصف الوطني والديمقراطي التقدم والتحرر بمغرب الاستقلال، وكان في طلاعة مناضلي الحركة الاتحادية الذي خلق مدرسة سياسية في النضال ظلت تنتصر بالأخلاق في الممارسة السياسية وتعتمد الوضوح الإيديولوجي وتلتزم بأحلام وطموحات أوسع الجماهير المغربية، مما مكن تلك الحركة الاتحادية من اكتساب مصداقية في الداخل وفي الخارج. لا تزال إلى اليوم مرجعا سياسيا عند كل الأطياف المغربية، وسواء في الدولة أو في المجتمع. ثانيها أننا نلتقي في مدينة المحمدية، المدينة المعالية المناضلة التي نجح فيها أخانا عبد الرحيم بوعميد بالبرلمان والمدنية التي ظلت اتحادية للعقود، حيث تمكن إخواتنا من المناضلين الاتحاديين الشرفاء بها من كسب طاقة الساكنة لرئاسة مجلس المدينة البلدي لثلاث دورات متتالية في التسخينات، غيرت وجه المدينة بالكامل ووضعوا الأساس لما أصبحت عليه اليوم في مجالات عدة اكتفى منها بخلق المنطقة الصناعية بجنوب المدينة، وكذا فلت الغزالة عن أحيانها الهامشية وبناء دور الثقافة والشباب وتعبيد كامل أزقة وشوارع المدينة وبناء هذا الصرح الثقافي والمسرح الكبير الذي يحمل اسم أخينا عبد الرحيم بوعميد، الرجل الذي اقترن اسمه أيضا بعيده المدينة منذ بداية الاستقلال حين هندس وأنشأ بها معمل تكرير البترول سامر بشراكة مع الإيطاليين ضمن مخططه الوطني، وهو وزير الاقتصاد والمالية في نهاية الخمسينات لوضح أسس الاستقلال الاقتصادي والمالي والطاقي للمغرب. لهذه الأسباب كلها أنها سعيدة بالتواعد معكم، وأشكركم على جميل الاهتمام بمذكراتي التي ليست سوى جزءا من سيرتي. أتمنى أن تكون حافزا
لتنوير الأجيال الجديدة بتاريخ وطنهم وبتاريخ الحركة الاتحادية كمدرسة بنضالية أسست لممارسة سياسة المغرب ذات سبق وطني واضحة المنهج والأداة النضالية السلامية المجاعدة والقوية بمصداقياتها التي تعززت بسيرة رجالها. وشكرا للأساتذة الكرام الذين شرفونا.